الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة. احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء المرضى. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخسيل. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني أنت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جداً. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جداً في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جداً ومهم جداً، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. مواقع طبية شهيرة رصدت علامات مبكرة تنبه بوجود خلل في الغدة الدرقية، ولأن الغدة الدرقية ترتبط بكافة وظائف الجسم، فأي خلل فيها ممكن يأثر على صحة الجسم بشكل عام. بعض علامات اضطراب الغدة الدرقية يتعلق بالقلب، زي ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم واضطرابات نبض القلب، وبعضها يرتبط بالبشرة زي جفاف البشرة والشعور بالحكة وضعف وتساقط الشعر، وأيضاً زيادة نمو الشعر بصورة غير طبيعية. وبعض علامات الخلل في الغدة الدرقية ترتبط بصعوبة الحمل أو تغيرات في الدورة الشهرية لدى الإناث وانخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، ومؤشرات أخرى عديدة تنبه لوجود خلل في الغدة الدرقية زي التوتر وقلة التركيز واضطراب الأمعاء واضطراب النوم وتغيرات الوزن والشعور بالبرودة والحرارة واضطرابات في الصوت والحلق. أهلا بيكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم مثير هو عالم الأشعة التداخلية. انتبهوا جدا جدا، حلقة مهمة قوي، وانتبهوا الكلام اللي أنا أقوله ده يا جماعة عشان والنبي الكلام ده مهم قوي. الغدة الدرقية، الغدة الدرقية أنا فوجئت الناس ما عندهاش معلومات جيدة عن الغدة الدرقية، وفوجئت كمان إنه حتى اللي عندهم شوية معلومات مش عارفين يفرقوا بين غدة فيها خلل في الإفراز وغدة فيها خلل في شكلها في تكوين نسيجها. ده حاجة وده حاجة. ممكن تلاقي الغدة فيها ضعف في إفراز أو زيادة في الإفراز، ده حاجة، لكن الخلل في الشكل ده شيء مهم جدا. اتكونت في الغدة حاجة زي بنقول عليها نديول، نديول يعني نقول عليه ايه، نديول زي بذرة اتكونت، قال هتقلب ورم او هي ورم، ده اسمه خلل في النسيج. غدة متضخمة كبرت جدا وضغطت على العصب الهوائية وضغطت مش عارفة مش قادرة تتنفس مش قادرة تبلع، ده اسمه خلل في النسيج. فأنا مش عايز الناس تستغرب من إن إحنا لازم لما ندرس الغدة ندرس الهرمون والنسيج. الأشعة التداخلية بقى ليها دور مهم جدا في التعامل مع مشاكل النسيج ده، مشاكل الخلل في شكل وتكوين
نسيج الغدة الدرقية. طبعا الرائد القدير والاسم المتميز للغاية، الاسم الكبير اللي بنفتخر بوجوده معنا وبيسعدنا بآرائه العلمية الراقية جدا، قيمة علمية كبيرة واسم مرجعية ورائد قدير للأشعة التداخلية على مستوى مش مصر بس، الوطن العربي، وبل اسم عالمي، الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ أشعة تداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير في هذا المجال. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن. إيش يا كده؟ إزي حضرتك؟ ربنا ما شاء الله، يعني ربنا يخليك. الناس بتجنني فيما يتعلق بالغدة الدرقية. أقول لهم اعملوا سونار، يقول لي ليه؟ ما احنا عملنا التحليل والتحليل طلع طبيعي. الغدة الدرقية مرض شائع، وأنا عايز في البداية أقول إن إحنا من 5 سنين لو حضرتك تفتكر كان لينا الحمد لله السبق والريادة في مصر والوطن العربي في إدخال الأشعة التداخلية في علاج الغدة الدرقية اللي هي شائعة زي ما حضرتك تفضلت. وبرضو الشاي بالشاي أذكر الناس الحلوة والبرنامج ده كان ليه السبق والريادة الإعلامية في تدشين حملة إنقاذ الغدة الدرقية والحفاظ عليها. الغدة الدرقية لما نيجي نتكلم عنها كلام عام زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، لازم ندرس حاجتين: إفراز الغدة الدرقية أو وظيفتها، وده اللي بيترجم إلى مستوى الهرمون بتحليل الدم، وحجم الغدة الدرقية أو تضخمها، ده اللي بنعرفه بالموجات الصوتية. الاثنين دول بيكملوا الصورة في تضخم الغدة الدرقية. الإفراز أخباره إيه؟ وهل الغدة متضخمة أو فيها عقد أو فيها نوديولز أو فيها نتوءات؟ كل دي مسميات مترادفة، فلازم الاتنين يتحطوا جنب بعض عشان نعرف في الآخر نكمل الصورة وبالتالي نقرر العلاج زي ما هنشوف. يعني احنا اخترنا أن يكون أسئلتنا النهاردة من خلال صوت الناس، بعنوان صوت الناس من خلال صفحتك في الفيسبوك ومن خلال صفحات البرنامج. أول سؤال بيقول أنا عندي، واحدة بتقول أنا عندي عقدة في الفص اليمين في الغدة الدرقية، سمعت عن الكي بالميكروويف، هل هو وسيلة حديثة وإيه ما درجة أمانه في التعامل مع المشكلة؟ هو احنا الحمد لله دلوقتي في احنا بنشوف تساؤلات الناس اللي بقت دقيقة جدا. لو حضرتك تفتكر زمان من الأول ما ابتدينا فكان الناس مش عارفة يعني إيه أشعة تداخلية في الغدة الدرقية ويعني إيه كي، وكنا بنشرح فيه كي وبالطريقة الفلانية. دلوقتي اتنقلنا للمرحلة الثانية اللي هو أنا بيجي لي المريض الحقيقة يعني عارف بشرح له يقول لا انا عارف كل حاجه بس انا عايز اسال سؤال. يمكن صفحات السوشيال ميديا دي بتترجم تساؤلات المرضى في المرحله الثانيه بعد ما انتشرت الثقافه عن علاج تضخمات الغده الدرقيه وعالجنا الاف من المرضى، وابتدى يبقى فيه تساؤلات للمريض اللي خد قرار يعمل الكي بالاشعه التداخليه. احنا ابتدينا اول ما ابتدينا الكي لتضخمات الغده الدرقيه ابتدينا بنوع من الموجات اسمه التردد الحراري أو الريديو فريكونسي. بعد مرور 2-3 سنين ظهر الجيل الثاني من الموجات اللي بتستخدم في كي تضخمات الغدة الدرقية، وده المايكروويف. مايكروويف آمن طبعا آمن، وبرضو احنا يمكن معانا فيديو هنا يوضح للناس. ناس قبل ما تسمع كلمة مايكروويف يتبادر لذهنها ايه ده المايكروويف اللي هو، لا هو ده جهاز الميكروويف عبارة عن ايه؟ الميكروويف اللي عندي في البيت. بالظبط، الميكروويف عبارة عن ايه؟ جنريتور اللي هو الجهاز اللي احنا كنا شايفينه الابيض ده من شوية، بيتصل بكابل زي كابل الكهرباء. الكابل ده بيتصل بالحاجة اللي احنا شايفينها اللي احنا بنشاور عليها دي اللي بنقول عليها الانتنة، او مجازن بنقول الابرة دايما، الابرة اللي هن هي حجمها دقيق فبنقول عليها الابرة. الانتنة او الابرة دي مقدمتها هي اللي بنقول عليها الاكتيف تيب او الجزء النشط اللي بيطلق موجات المايكروويف. الابره بتوصلها بالجنريتور او المولد، بدخل الابره دي تحت الموجات الصوتيه زي ما احنا شايفين كده. الحاجه الدايره الرمادي دي اللي بتتحرك دي العقده او النتوء او النديول، بخش بالابره تحت الموجات الصوتيه. الاول بدي بينج موضعي اهو، الابره اللي داخله دي في حاجه سودة بانت حوالين الحاجة الرمادي ده زي بنج موضعي مخفف، وبعدين بخش بالإبرة تحت الموجات الصوتية وأطلق موجات المايكروويف اللي بتنتقل من الجنريتور إلى الكابل إلى الإبرة إلى داخل النتوء أو داخل العقدة علشان أكويها وأخلي خلاياها تنكمش
بمرور الوقت. ده باختصار يعني ايه المايكرويف وده الجيل الثاني. بيتميز بايه المايكرويف عن التردد الحراري؟ في التردد الحراري احنا بنوصل حاجه اسمها ارضي كده زي بات كده او حته بلاستر كده على رجل المريض عشان نعمل دايره كهربائيه كامله. المايكرويف ما فيهوش ده الحقيقه. الاكتف تيب او الحته النشطه اللي في طرف الابره او الانتنه دي دقيقه جدا 3 مللي، يعني انا بدي موجات قويه وبتطلع من حته صغيره. طب دي بتفيد بايه؟ ان انا اقدر اتحكم ان انا باكوي جزء جزء وما اصيبش اي حاجه من الرقبه حوالين الغدة. ده باختصار يعني ايه المايكروب. امن طبعا، امن بدرجه 100% ودرجه امان عاليه جدا جدا. القصه الثانيه هو عنده 50 سنه، هي واحده عندها شالت فص متضخم من الغدة قبل كده. الفص الثاني من 5 سنين الفص الثاني بدا يتضخم، فهي بتقول انا بسال هل في تضخم الثاني في الفص الثاني يمكن ان تتدخل الاشعه التداخليه؟ ده اللي احنا بنقول عليه الغده تضخم المرتجع بعد الجراحه. القصه بتبتدي ازاي يا دكتور ايمن؟ ان في بعض الاحيان بيبقى نص الغده مصاب او النتوء او النديول في نص الغده والنص الثاني مش مصاب او ما فيهوش نتوءات. الجراح بيشيل نص الغده علشان تحتفظ المريضه بوظيفه الغده الدرقيه. بمرور الوقت ينمو الجزء اللي احنا سبناه ويكون نتوءات جديده. طبعا احنا زمايلنا الجراحين فتح الرقبه تاني مره او الجراحات المرتجعه دي بتبقى كابوس، لان بعد الفتح اول مره بيبقى في التصاقات شديده جدا في الرقبه اللي هي حيز ضيق وفي حاجات اعصاب وشرايين وحاجات سمينه جدا جدا. فالعمليه تاني مره بتبقى صعبه وغير مفضله ونسبه المضاعفات فيها اكتر، فكانت الجراحين والعيان نفسه بيحجم عن تاني مره لحد ما جت الاشعه التداخليه بقت هي الحل. كان المريض بعد العمليه ما تخلص ويبتدي الورم يكبر تاني او التضخم، مش هنقول كلمه ورم، التضخم او النتوء، بيفضل يراقبه لحد ما يضغط على القصبه الهوائيه، يخنق نفسه، يضايق البلع، يطلع لبره ومش قادر ياخد القرار لتاني مره. اشعه تداخليه جت حلت الموقف ده وفكت الاشتباك. طبعا الاجابه الاشعه التداخليه هي الحل الامثل للتضخمات المرتجعه بعد الجراحات. واللي يجي له تضخم خلاص دلوقتي الحل بقى سهل، تضخم مرتجع بعد الجراحه، ما يستناش لحد ما يكبر لاحجام كبيره، ياخد المبادره على طول في نص ساعه هيخلص منه. الحاله اللي جايه بتقول وهتفهموا بعد شويه ليه بدات بكلامها تقول انها مدرسه. مدرسه يعني شغلها معتمد على الاداء الصوتي، هي صوتها ده ده راس مالها. فعندها تضخم في الغده الدرقيه وهي قالوا لها نعمل جراحه بس هي خايفه لانها محجمه. ده المثل الشهير اللي دايما احنا بنتكلم عليه، سيدة الغناء العربي ام كلثوم اللي كان عندها الغده نشطه وهنقول عليها ايه سامه ومتضخمه واحجمت عن القرار عشان بتستعمل صوتها. طبعا قالوا لها قالوا لها لو عملت جراحه في مخاطر. صحيح، لان هو طبعا زي ما كلنا مشاهدين طبعا بقوا عارفين الكلام ده، عصب الحنجره جنب الغده الدرقيه واحد مضاعفات استئصال الغده الدرقيه اصابه عصب الحنجره وتاثر الصوت. عشان كده بالظبط، فعشان كده هي محجمه لانها مدرسه والصوت او الحقيقه اي حد. فالاشعه التداخليه لا، الحقيقه ملهاش ده. ليه؟ السبب الاولاني ان زي ما قلنا في الاول لو حضرتك تفتكر في اول الحلقه احنا بنستخدم المايكروويف، الحته اللي بتطلق موجات المايكروويف حوالي 3 مللي، فانا بقدر اتحكم المايكروويف او الموجات رايحه فين وببعد عن الحته اللي فيها عصب الحنجره. الحته اللي فيها عصب الحنجره ليها مكان تشريحي واضح تحت الاشعه. طبعا كل الكي وكل اجراءات الاشعه التداخليه بتبقى رؤيه العين تحت الموجات الصوتيه، فانا عارف بنقول عليه المثلث الخطر او الحته اللي فيها المكان ده انا ببعد عنها وانا شايف، و3 مللي دي هبقى بعيد عن الحته اللي فيها عصب الحنجره، فما فيش احتمال ان احنا نصيب. حاجه الثانيه لو زي ما شفنا في اول فيديو حد يسالني على راي يعني الكابتن لطيف بقى زمان الله يرحمه، حد يسالني طب ممكن الحراره كان الكابتن لطيف زمان على طول يقول لي حد يسالني
طب على حاجة بيقول السؤال هو حد يسألني برضو طب ممكن الحرارة اللي بتطلع من الكي دي تأثر على العصب هقول له لا ليه لأن احنا زي ما قلنا بندي حوالين الغدة اللي هو البنج الموضعي ده بيبقى عبارة عن جلوكوز عليه بنج موضعي وسائع سائع ليه ده هيحيط وهيخفف وطأة الحرارة عن العصب الحنجرة وكل الأعصاب اللي موجود. حاجة التالتة الجميلة جدا واللي معانا يمكن دلوقتي الفيديو بتاعها ان انا وانا شغال ببص على الاحبال الصوتيه قدامي بالموجات الصوتيه انا بعمل حاجه اسمها منظار موجات صوتيه بص حضرتك الحرف الفي ده اللي بيتحرك ده الحبل الصوتي اللي على الشمال وعلى اليمين بيتحركوا قدامي طول الوقت انا شايفهم اول حاجه الاخيره ان انا في بعض الاحيان بيبقى العيان صاحي معايا بقدر اكلمه فيعني احتماليه اصابه عصب الحنجره او تاثر الصوت ضئيلة جدا جدا أو تكاد لا تذكر ما شفناهاش السؤال جاي يدل على أن الوعي الطبي بقى كويس وأنا بحب أنا بقول لحاجة حتنقلنا للمرحلة الثانية بالضبط الحمد لله الناس بقت عندها فهم لكلام معين اسمه المتابعة مثلا يعني كلمة المتابعة دي مهمة أوي يعني السؤال ده يبدو كما لو كان اللي بيسأله متشكك لو هو مش متشكك هو بيسأل المتابعة بيسأل بيقول إزاي أعرف أن الورم فعلا بيصغر وانه ما رجعش تاني يكبر هل يرجع تاني ولا لا سؤال المتابعه اللي هو ان انا فولو اب البيش ده سمع وما قابلناش ببساطه يتاكد ليه رقبتها كانت كبيره هتصغر يمكن هنشوف صوره معانا هنا على طول بيبقى فيه الحجم بيصغر فورا حوالي 50% بعد شهر 3 شهور 70% 6 شهور 80-90% فالرقبه بيرجع شكلها طبيعي بالاضافه لكده احنا التضخم او النتوء ده بيبقى عندنا حجمه قبل الكي زي الحجم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع بيدي رقم مثلا 20 بعد اول شهر بنلاقي ال 20 دي بقت 10 او اقل 3 شهور ال 10 دي تبقى 7 وهكذا فاحنا بنشوف الشكل الفوتوغرافي والحجم اللي بنقيسه بالموجات الصوتيه بعد كده الحاله اللي جايه دي بقى حاله من الحالات الثقيله واحد بعت بيقول ست امه والدته عندها 60 سنه بتعاني من تضخم في حجم الغده الدرقيه كبير جدا لدرجه انها وصلت الى ما تحت القص الخنجري العظمه هنريتو سين اكستنشن فبيسال هل الاشعه التداخليه لها دور في حاله التضخم الكبير ماسف العظم زي ما قلنا دكتور ايمن حيز الرقبه حيز ضيق وفي الرقبه في بعض الاحيان بتبقى يعني بتبقى شورت نيك او نبنى عليها رقبه قصيره فالغده الدرقيه في بعض الاحيان لما بتكبر بدل ما تخرج لبره بتنزل اعلى القفص الصدري ودي اللي بتبقى مشكله لان القفص الصدري تبتدي تضغط على القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه وكل ما تتضخم المريض يحس او المريضه بضيق في النفس وخصوصا لما يستلقي على ظهره والغده تضغط على القصبه الهوائيه طبعا المريض بيفضل محجم عن العمليه لان العمليه ساعتها بيبقى في بعض الاحيان بيحتاج يفتح القفص الصدري الاشعه التداخليه الحقيقه لا احنا بنقدر نوصل ونكوي بالموجات الصوتيه ونوصل للحته اللي هي اسفل الرقبه واعلى القفص الصدري بنكويها وكل ما كان الورم او التضخم او النتوء صغير كل ما تكون من مره واحده لو المريض ساب الورم يوصل الى احجام كبيره احنا بنعمله بس هياخد جلستين ودي من المرات النادره او من الحالات النادره اللي بنحتاج فيها الكي مرتين لان احنا بنكوي الجزء اللي في الرقبه عشان يصغر الورم يقوم الحته اللي في القفص الصدري تحت تطلع فوق نكويها المره الثانيه فطبعا تضخمات الغده الدرقيه الممتده للقفص الصدري تعالج بسهوله بالاشعه التداخليه وبالكي السؤال جاي ده كيس مهم مريض عنده جلطات في الشرايين التاجيه قبل كده عنده ضعف في عضله القلب ماشي على ادويه سيوله جاله تضخم في الغده الدرقيه قالوا له هنعمل لك عمليه بس العمليه احنا خايفين ندخل نعمل جراحه لان انت حاله القلب بتاعتك ما تسمحش بالتخدير بيسال هل يستطيع الغده الدرقيه ازالتها باشعه تداخليه من غير تخدير دي القصه المكرره والسيناريو المكرر في المرضى كبار السن اللي عندهم تضخم في الغده الدرقيه والمصاحب للتضخم ده تاثر يا اما عضله القلب او اي شيء الحقيقه يمنع البنج ودي بتبقى يعني ماساه يعني احنا يمكن معانا صوره هنا
هتوري القصة دي. مريض كان عنده تضخم كبير جدا، مريض كان سنه كبير وكان عنده تضخم كبير جدا في الغدة الدرقية، وابتدى يكبر التضخم، هو كان عنده مشكلة في عضلة القلب مش قادرين نبنجه، ابتدى يكبر أكتر التضخم لحد ما ضغط على الشريان السباتي اللي بيغذي المخ، ابتدى يجيله دوخة ومش قادر، طبعا مش قادر يتبنج، والورم أو التضخم كل يوم بتاع الغدة الدرقية بيكبر. جت الأشعة التداخلية، انتشلت المرضى دول الحقيقة من مريض لا يمكن تغديره ولا يمكن علاجه إلى مريض بيعالج بنقول بشكة إبرة في نص ساعة، فده طفرة كبيرة. احنا كان معانا يمكن صورة هنا حقيقة مذهلة، اللي هم قبل كي وبعدين بعديها وبعديها بفترة للمريض ده بنتها. الصورة دي حاجة يعني، بص حضرتك أقصى شمال الشاشة شوف حاجة الورم وصل لحد فين، وضغط على الشريان السباتي في النص ده بعد شهر، وفي أقصى اليمين بعد 3 أشهر. حاجة نتيجة مذهلة الحقيقة، حياته اتغيرت يا دكتور أيمن. يعني تقطع الشريان السباتي ده كارثة. بيجي كان بيدوخ على طول. ده ممكن يجيله سكتة. طبعا عن بنته عندها 15 سنة وعندها تضخم في الغدة الدرقية كبير يعني في سن ده، وبيقول ان هو يعني سن طبعا مقلقه انه يجري جراحة والاخير، لان السن مقلق بالنسبة للجراحة. الحقيقة انا شفت مرضى كتير جدا تضخمات الغدة الدرقية دول ايمن في السن ده، وابتدوا يظهروا، لان ده كانت مشكلة. تخيل حضرتك بنت عندها 15 أو 16 سنة وبنت وعندها تضخم ورم كبير جدا في مقدمة الرقبة، منظر مش لطيف، وبيكبر وبيبتدي يخش يعمل بعد كده غير المنظر الجمالي، صعوبة في النفس، ولو هي عملت عملية تخيل حضرتك في هذا السن غير الجرح الكبير وغير العملية، ده الجزء الأهم إنها تفضل طول عمرها تحرم من الغدة الدرقية وهي في هذا السن المبكرة، وتاخد هرمون تعويضي، وغير كده كمان في بعض الأحيان استئصال الغدة الدرقية وصاحب استئصال الغدة الجار درقية، ويحصل لخبطة في هرمونات الغدة الجار درقية والكالسيوم طول العمر من هذا السن. فكان يعني كانت مشكلة كبيرة جدا، تشوف التضخم بيكبر واللي بيأثر على الحالة النفسية والنفس دون الشجاعة لأخذ القرار، لحد ما جت الأشعة التداخلية. المرضى دول في السن ده بيجيبوا نتائج مذهلة ويعالجوا بكل سهولة. طبعا العلاج بالكي بالمايكروويف ده الحل الأمثل للمريضة دي في هذا السن. في 30 سنة موجود عندها عصبية، زيادة ضربات قلب، عرق كتير، رعشة في الإيدين، كل الأعراض دي راحت تعمل تحاليل لقت زيادة في إفراز الغدة الدرقية بسبب نجول موجود في الغدة الدرقية. ده نوع بقى، ده عنده زي ما قلنا في أول الحلقة التحاليل عالية، في فرط نشاط في إفراز الغدة الدرقية، وفي تضخم الحجم كبير. المريض اللي عنده إفراز عالي واحد من اثنين، يا إما الغدة كلها بتفرز بصورة زيادة اللي هو اسمه جريفز، مرض جريفز على اسم واحد، ان كل الغده نشطته، او تضخمات كبيره كتيره جدا جدا في كل الفصوص وكلها بتفرز. ده نوع. النوع الثاني نلاقي ان الافراز العالي ده مسؤول عنه فوكس او نديول او نتوء صغير، هو اللي اتجنن في الغده، هو اللي ابتدى يفرز كتير وهو اللي معلي الافراز ده. اللي عنده ده النوع ده يبقى هو يعني بالنسبه لنا نقول بقى سعيد الحظ، لان ده علاجه كان زمان الحل الوحيد للاستئصال، وبعد كده أو أخذ اليود المشع. اليود المشع كان بيقضي على الغدة كلها أو الاستئصال الجراحي. دول بالعكس، دول احنا بنخش بالمايكروويف على النديول دي أو النتوء ده اللي بيفرز، بنكويه وبالتالي بنموت الخلايا بتاعته، نشاطها بيقل، يرجع إفراز الغدة الدرقية للطبيعي، وفي نفس الوقت التضخم ده يقل. فده اللي هي بنسميها احنا autonomous functioning nodule او التضخمات ذات الافراز العالي المحدده، دي علاجها قولا واحدا بالكي بالمايكرويف. 30 سنه عندها اكياس في الغده بقى، سيستيك نوديول. تضخمات الغده الدرقيه اما تضخمات صلبه يا اما تضخمات سائله فيها
سائل اللي هي بيقولوا على الأكياس، نعرفها إزاي؟ بمنتهى البساطة هنبص بالموجات الصوتية، لقيناها نسيج يبقى دي صلبة، لقيناها مية اللي هي لونها أسود في الموجات الصوتية يبقى دي كيس. الكيس ده ممكن يحصل جواه نزيف، ودي تضخمات، دي تلاقي المريض بيشتكي يقول أنا فجأة صحيت الصبح لقيتها كبرت، على طول من الهيستوري أعرف إن ده كيس، لأن دي بيحصل جواه نزيف. لو فضيت الكيس ده في ثواني هيتكون تاني، لأن في خلايا في جدار الكيس ده هي اللي بتكون السائل. فإحنا الحل طبعاً بالأشعة التداخلية دون اللجوء العملية بنفضي الكيس في ثواني، وفي نفس اللحظة بنكوي الخلايا بتاع الجدار عشان ما يرجعش يتكون تاني. زي ما احنا شايفين كده أعلى الصورة الكيس، الحاجة السودة الكبيرة دي فضيناها وكوناها، بقى تحت على طول حاجة، الكيس بقى تقلص ومع مرور الوقت بيكاد لا يرى. السؤال الجاي عنده عقد في الغدة الدرقية، هو متخوف هل هي خبيثة ولا مش خبيثة؟ وزي على طول نلجأ على طول للعينة. وبرضو عايز من هنا أقول إن الناس أول ما تسمع كلمة عينة بيجيلها بانيك أو خوف. لا، وبسمع كلام كتير جدا العينة بتستعمل انتشار العينة، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. العينة بإبرة صغيرة جدا، العينة دي مهمة جدا جدا جدا، دي مفترق طرق يا دكتور. ومن رحمة ربنا إن معظم 99% من التضخمات دي حميدة، بس لازم نثبت بالعينة. بنخش تحت الموجات الصوتية بإبرة رفيعة، وأنا شايف النتوء أو تضخم قدام عين الإبرة، الحاجة البيضة دي FNAC بالظبط، فاين نيدل اللي هي فاين، كلمة فاين يعني من حاجة فيري ديليكت وبسيطة، حتى اسمها ما يخوفش ولطيف يعني. بالإبرة الرفيعة دي ناخد كم نقطة نفردهم على شرايح ونوديهم، وفي بعض الأحيان بنحتاج نسيج حاجة اسمها تروكات ممكن ناخده تحت الموجات الصوتية. فأنا عايز أطمن الناس إن كلمة العيانة دي ليست مفزعة، وده إجراء بسيط ومهم ومفترق طرق، هو اللي بيورينا هي إيه. وأطمنهم برضو إن معظم التضخمات أو أكثرها لتضخمات حميدة. خي عندها تضخم 42 سنة، هي جملتها في الرسالة كلها أنها بتخاف من العمليات، تقول لي أنا بخاف من العمليات، هل ممكن اسيب الغدة على وضعها الحالي متضخمه؟ ما كانت تسيبها زمان حقيقه. لا، ما تسيبهاش لو عامله حاجه من ثلاثه، ده هي دي حسيات العلاج بالاشعه التداخليه. لو عامله ورم في شوف حضرتك المنظر عامل ازاي، وبعديها بيبقى ازاي. لو في ورم في مقدمه الرقبه، مشكله في النفس، مشكله في البال، على طول فورا نعمل لها كيف نص ساعة وتتخلص من هذا التضخم. ما تتابعش إلا وهي لو عندها حاجة من الثلاثة دول، على طول دي حيثيات الكي بالأشعة التداخلية. اللي عندها تضخم في الفص الشمال 35 سنة، التضخم في الفص الشمال ده شوف التعبير بتاعها، قال بتقول لي محرج محرج، هي خايفة كمان إنه ما يعني إيه تاخد دواء بعد لا العلاج بالأشعة التداخلية لا يحتاج إلى هرمون تعويضي إلا بعد إلا لو أزلنا الغدة كلها. لا، إحنا ما إحنا بنشيلش الغدة، ما دي فلسفة الأشعة التداخلية. أنا بيبقى عندي تضخم كبير قد كده، برجعه للحجم الطبيعي مع الحفاظ على الغدة، ودي البريك ثرو في الكي أو في الأشعة التداخلية، إن أنا بتخلص من التضخم مع الاحتفاظ بالغدة ودون اللجوء للهرمون التعويضي خالص. أنا بنطمنها لا بالعكس. 51 سنة، عندها تضخم في الغدة الدرقية من 10 سنين، عايزة تعمل كي عشان التضخم دوت. هو سؤالها ايه أنواع الكي؟ بالتردد الحراري، ده الكي الكلاسيكي، والكي الأحدث بالمايكروويف، والاثنين أمان بدرجة 100%. هو السؤال القادم كمان على الأمان. الأمان لا، كتير الأسئلة نتيجة الجاي. الأمان آمنة، آمن وبيبان بعد قد ايه؟ لأن احنا بيرى رؤية العين وبيبان على طول بعد أول شهر. إحنا بنتابع المريض بعد شهر، 3 شهور، 6 شهور، ثم سنة، بثلاث حاجات. كل مرة نطمن على الهرمونات مظبوطة ووظائف الغدة مظبوطة. الصورة الفوتوغرافية أهو على مدار الشهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة، كل مرة بنصور مريض وبنقارن بالمرة اللي قبليها زي ما إحنا شايفين. حاجة التالتة إن إحنا بنشوف حجم الغدة، بيبقى عندنا حجم قبل الكي اللي هو رقم سي 10 20، وكل مرة الرقم ده بينقص، بعد شهر يرجع ينزل 50%، بعد 3 شهور 70%، بعد 6 شهور 80%، لحد ما يقل التضخم ده بنسبة 80% إلى 90% بعد مرور سنة، زي الصورة اللي شفناها. أربع حاجات ما تنسوهمش أبدا وإحنا
خلال حلقتنا اكيد وصلوا لكم. حاجة الأولانية إنه الخلل في الغدة يعرف من خلال تحليل، نعرف إذا كانت زايدة ولا ناقصة. حاجة تانية إنه ممكن جدا ما يكونش فيه خلل، أو فيه خلل بس فيه تغير في النسيج، شيء تاني مهم جدا. النسيج يعني شكل السفنجة اللي اسمها الغدة دي تغير شكلها. تالت حاجة إنه مهم جدا لو اتقال لك خد عينة أو مطلوب منك تاخد عينة ما تترددش، لازم تسمع الكلام. العينة هنا ممكن زي ما الدكتور أسامة بيه قال مفترق طرق، مهم جدا. أشعة تداخلية بقت حل رائع جدا لأولئك الذين يخشون من المشرط الجراحي. إذا نصحت بإجراء عندك حاجتين، أشعة تداخلية رائعة جدا بس لازم تسمع الكلام، أو جراحة إذا كانت الجراحة موجودة. لكن الأشعة التداخلية واضح أنها فرضت نفسها بقوة شديدة جدا في هذا المكان. نورت يا دكتورنا، ربنا يخليك، وأسعدتنا بهذا الحوار كالعادة الممتع. شكر جدا جدا ضيف العزيز الأستاذ دكتور أسامة حتة، أستاذ أشعة التداخلية كلية الطب جامعة عين شمس، عضو جمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، رائد الأشعة التداخلية القدير في حوار مثير عبر هذا المعنى المهم الأثير، الغدة الدرقية في الناس الحلوة. لما نقول مثلا انه عدم كفاءه الحيوانات المنويه، طب الراجل ما اتدرسش كويس، الراجل ما اتشافش كويس، نسبه نجاح عمليه الحقن المجهري على مستوى العالم كله بتتوقف على عوامل كتير. لو انا عندي خلل في بطنه الرحم يبقى خلاص، يبقى العمليه مهما كان الجنين كويس ومهما كانت الست كويسه ما عندهاش مشاكل صحيه، يبقى عمر ما العمليه ما هتنجح. اسباب فشل الحقن المجهري اعتقد انها طرق كتيره ومسالك كتيره، عايزين نمشيها خطوه خطوه كده ونفهمها عشان ما يحصلش الصدمه المروعه الدراميه اللي فيها بنقول لزوجين العمليه فشلت،